الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطريقة الأمثل لزيادة أداء المواقع باستخدام جوجل درايف وإنشاء روابط من خلال جوجل درايف لتحميل الملفات وجعلها متاحة للجميع بدون قيود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بشير رفاعي من قناة إيسي كرايس للتجارة الإلكترونية. اليوم راح يكون موضوعنا عن استخدام الجوجل درايف واستغلال الجوجل درايف في مساحة تخزينية في مواقعنا. يعني أنا مثلا أنشأت موقع أو مدونة أو أي وسائل تخزينية، وأنا الموقع مثلا بيكون بطيء، موقعي بطيء، أو الدومين مجاني، ممكن يكون الاستضافة مجانية، أو بيواجه أي مشاكل كانت بالسرعة. فالحل الأمثل والأفضل هو استخدام الجوجل درايف. طبعا معروف الجوجل بسرعته الكبيرة. راح نشوف الاشي ان شاء الله. بداية احنا ممكن نفوت على الجوجل درايف. لاحظوا هاي الجوجل. طبعا الجوجل فيه له برامج وخدمات متنوعة كثيرة. يعني الجوجل بيعطيني مساحة 15 جيجا بايت مجانا، مساحة تخزين سحابي كلاود. اذا هاي المساحة 15 جيجا بايت مجانا. في مساحات طبعا ممكن انا اطور ابجريد لهالمساحة، هاي ممكن تكون توصل لمئة ميجا جيجا بايت او 200 جيجا بايت او 2 تيرا بايت تايلي بريميوم. طبعا حسابات مدفوعة، ولكن احنا بحاجة فقط في عملنا للخطة المجانية اللي هي 15 جيجا. طبعا شو هاي ال 15 جيجا؟ انت كل برامج عندنا هون، كل برامج التابعة لجوجل اللي هي مثل ما احنا ملاحظين المابس او السيرش او اليوتيوب، جيميل، الكالندر، الدرايف، الفوتو الى اخره، فكل هالبرامج هي تابعة لجوجل. جوجل ون، جوجل ادز، برودكاست، فكلها تستخدم هالمساحة هاي اللي هي 15 جيجا. طبعا بالاضافة الى البرامج اللي بتتعامل مع جوجل، مثلا برامج السوشيال ميديا، الواتساب او غيرها، عملية الباك اب والتخزين بتروح على جوجل درايف. اذا على جوجل درايف. اذا هاي باختصار المساحة التخزينية بجوجل. فاحنا راح نستثمر هالمساحة التخزينية لدعم موقعنا او لدعم المدونة اللي انا بنشئها، وخلي معظم الملفات انه تخزن بها الجوجل درايف، يعني عملية ربط الموقع مع الجوجل درايف. اذا منفوت على الجوجل درايف، اذا هاي درايف، فوت على درايف. اذا بلاحظ انا هاي شاشة واجهة الجوجل درايف. انا ممكن اضيف هون ملف جديد، نيو، لاحظوا. اذا اضفت نيو فولدر او فايل ابلود، اذا بعطيه فايل ابلود. انا راح احمل ملف الان من الكمبيوتر الى الجوجل درايف. راح اختار هالملف اسمه دويتش ليرنن، تعليم اللغة الالمانية. ملف مضغوط وراح اعطيه اوبن. اذا بنلاحظ فورا اضاف لي الملف بالجوجل درايف. طيب انا الان بحاجة انه اعمل هالملف هذا اللي انا دخلته، لنفرض انه انا بدي اربطه مع موقعي واخلي جميع المستخدمين سواء الزائرين او المستخدمين المسجلين باستخدام هذا الملف وتنزيله، تحميل هالملف. اذا احنا بنفتح الملف. عشان اعمل هالشي بفتح الملف. اذا بلاحظ الملف مضغوط وفيه ملفين. بروح بعد ما افتح الملف بروح على النقط الثلاثة اللي هون، لاحظوا، وبختار شير. اذا بختار شير، ومن شير بختار، لاحظوا هون جنرال اكسس. هاي انه مين مسموح له يحمل الملف. فهون مكتوب ريستراكتد، يعني فقط صاحب الحساب هو اللي ممكن يحمل الملف. فانا بضغط على السهم بعطيه هون anyone with the link، يعني اي واحد شاف الرابط او موجود عنده الرابط ممكن انه يحمل من خلال الجوجل درايف. وبعطيه كوبي لينك،
بنسخ الرابط ودن. نسخنا الرابط وأنشأنا الرابط طبعا، والملف صار موجود بالجوجل درايف. طيب هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي راح نقوم فيها، راح نفوت على لاحظوا أنا الملف اللي نسخت الرابط له راح أنسخه عندي هون ملف وورد. إذا هذا ملف أو هذا الرابط اللي أنا نسخته من الجوجل درايف، هاي شكله. إذا هذا الرابط لو أنا بضيفه مثلا، فما راح يحمل يعمل داونلود مباشرة. يعني أنا ممكن أستخدم هالرابط بالموقع عندي، أو مثلا ممكن أضيفه بالفيسبوك وسائل التواصل الاجتماعي، أو أبعثه حتى عن طريق الواتساب إلى آخره. بس طبعا هالملف هذا مباشرة إذا أي حد ضغط عليه ما راح يحمل داونلود، يعمل اوتوماتيك داونلود، لا راح يفتح الملف وبعدين من الخيارات انا بعمل داونلود. طيب انا بدي انه هالملف انه يتحمل مباشرة، يعني مجرد الضغط عليه يتحمل مباشرة. اذا راح نشوف كيف ممكن نسوي هالشي. في عندي لاحظوا هالملف، في عندي هالجزء هذا بعد حرف الدي سلاش دي، هالجزء هذا ممكن لونه بلون مغاير ليبين. ايوه اذا لاحظوا هالجزء هذا اللي باللون الازرق هو عبارة عن ايش اسمه الفايل اي دي، او يعني رقم مميز او خاص بالملف، بيميز الملف. اذا الفايل اي دي او الاي دي نمبر للملف. فانا شو بعمل؟ بنسخ الفايل اي دي، بنسخ الاي دي هاي وبضيفه، بضيفه له الرابط عندي هاي https://drivegoogle.com كذا داونلود الى اخره. اذا بضيفه هون تمام. راح اترك لكم ان شاء الله هذا الرابط ايضا في صندوق الوصف، او ممكن تحملوه عن طريق الملف بالكامل. طيب الان شو اللي صار؟ الان هالرابط بالكامل لما اضغط عليه راح يحمل لي الملف مباشرة. إذا هون اللي فوق فقط بيعرض الملف، وبعدين أنا حتى أشوف وأحمل إلى آخره. أما الرابط اللي تحت بيعطي تحميل مباشر، داونلود مباشر للملف. إذا الآن ننسخ الرابط، إذا كوبي اللي راح يعمل داونلود مباشر، ونروح فورا على موقعنا مثلا، أو المدونة، أو أي مكان أنا بحب إني أضيف الرابط فيه، وراح أعمل صفحة جديدة اللي هي تيست، وبعطيه edit with Brazil ونشوف شلون نتعامل مع هالموضوع. إذا edit with Brazil، إذا فتح لي نافذة Brazil، بعطيه add new block من هون، وبعطيه بلوك فاضي، وبقوم بترتيب البلوكات بهالطريقة هاي. وبروح الآن لاحظوا على إشارة الزائد بضيف عنصر معين، راح أضيف تكست نص عادي. إذا بهالنص العادي مثلا أنا راح أكتب طبعا بنحول للغة العربية، وبنكتب مثلا تعليم اللغة الألمانية. حمل الآن. على فرض إنه أنا كتبت النص، وراح أعطيه هنا مثلا النص نكبره شوي بي2، أو ممكن أكبر كمان بهالطريقة هاي، وراح أعطيه لون معين مثلا لون أزرق. إذا هيك أنا عملت نص، أو ممكن بدل النص ممكن نضيف صورة، أو نضيف فيديو أو رابط أو أي شيء، أو أضيف الرابط اللي أنا نسخته من الجوجل درايف لهالنص. طيب الآن راح نضيف الرابط. كيف راح نضيف الرابط؟ بنحدد على الملف بهالطريقة تحديد، وبضغط على إشارة الرابط هاي، لاحظوا هون هاي الإشارة اللينك، وبعطيه لصق للرابط اللي أنا أخذته من الجوجل درايف. إذا بهالطريقة هاي أنا بكون أخذت
رابط التحميل من جوجل درايف وبعطيه ابديت تخزين، وبنختبر الصفحة بنشوف كيف صار الموقع. اذا بنعطيه تنفيذ الموقع. اذا الان فتح لي الموقع، راح اضغط مباشرة على الرابط اللي احنا انشأناه او على الجملة. اذا ضغطنا عليها لاحظوا مباشرة حمل لي الملف هون بهالطريقة هاي. اذا دويتش ليرنينج دوت رار، اذا جابوا من الجوجل درايف. اذا راح يكون الموضوع الجوجل درايف مساعد ومساعد كبير للموقع، وراح يضيف سرعة عالية للتحميل بالإضافة إلى سعة تخزينية كبيرة. إذا بهالطريقة هاي احنا أنشأنا رابط أو ملف من الجوجل درايف وتخزينه وعمل داونلود لهالملف من خلال ربطه مع الموقع أو مع المدونة. بإمكانكم طبعا تحميل الملف مباشرة بالدخول للموقع ودخول على الرابط. يعني ممكن أنت تكتب بالموقع بهالطريقة هاي. ممكن نكتب هون اسم الموقع .com easycrise.com، وبعطيه تيست لأن الصفحة اللي اشتغلنا عليها هي التيست. انتر. اذا لاحظوا بهالطريقة هاي ممكن تحملوا الموقع. طبعا الكتاب البي دي اف هو عبارة عن كتاب بي دي اف مجاني، وكتاب غني جدا، وللمهتمين باللغة الألمانية ممكن يشوفوه ويتابعوا هالكتاب. معكم بشير رفاعي من قناة ايسي كرايس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.